اخر تقرير حلال حق دلوقتي نقدمه عن، طيب تعالوا خلاص نشوف الجزء ولا نقلق خلاص عشان الوقت. عايزه اكلمكم عن صلاح هشام. صلاح هشام هو طفل عنده 12 سنه اخترع جهاز بيوفر الكهرباء في اعمده الاناره على الطريق، والاهم او كان الاغرب بالنسبه لنا بوتاجاز يشتغل بالميه. بيعمل ايه صلاح؟ بيفصل الهيدروجين، هو احنا يعني حسب ما انا فاكره منهج تانية اعدادي انه الهيدروجين تقريبا بيشتعل والاكسجين هو اللي بيساعد على الاشتعال، كان فيهم حد كده هو بيشتعل والتاني فهو صلاح قعد ركز في العناصر دي كلها واشتغل على فكره انه البوتاجاز يشتغل بالميه. انا عارفه انه موضوع الاطفال اللي عندهم مواهب او مخترعين ده فيه ريسك شويه، لسبب مش اي طفل ممكن يبقى فعلا مخترع، يعني في طفل ممكن يبقى بيتكلم خيالي شويه او يفهم او يحاول يفهمك ان هو بيخترع وبيعمل، بس هو في النهايه لا يعدو انه طفل صغير عنده خيال واسع ربما وبيحاول يقول كده. فاحنا الاطفال اللي بنقدمهم دول بقالنا فتره الحقيقه بنقدم مجموعه من الاطفال اللي عندهم مواهب، في منهم الحمد لله بيتم تكريمهم حتى على مستوى الدوله او الاهتمام او تبني من مواهبهم. الاطفال دول احنا بنحاول قدر المستطاع انه لما نسمعهم حتى نقتنع بالكلام اللي بيقولوه، نحس انه الطفل ده فعلا دماغه فيها حاجه. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلتنا مارينا امير اللي التقت بصلاح هشام اللي عنده 12 سنه واللي بيقول لنا انه البوتاجاز ممكن يشتغل بالميه. انا اخترعت بوتاجاز بيشتغل بالمية وماكيت لتوفير الكهرباء. انا فكرة الماكيت اللي بيوفر الكهرباء ان كانت عواميد النور في الشوارع كانت بتبقى شغالة، فكانت بتخلي الكهرباء تقطع. فانا جبت حساس وحطيته على عواميد النور وعملت دايرة كهربائية ان هي تخلي الحساس ده بيشتغل لما النور بيبقى، لما الدنيا بتبقى ليل والصبح وهو بيطفي لوحده تلقائي. وفكرة البوتاجاز اللي بيشتغل بالمية ان انا كانت المية طبعا متوفرة في كل مكان، والمية بتتكون من هيدروجين واكسجين. فالفكرة ان انا بحلل المية بالكهرباء، بعزل الاكسجين عن الهيدروجين، والهيدروجين مادة قابلة للاشتعال والأكسجين بيساعد للاشتعال، فأنا بعزل منهم والهيدروجين بيقوم يشتغل، والهيدروجين كمان مش ملوث للبيئة ومش مضر. أنا كان عندي طموح إن أنا أدخل المدرسة العسكرية ونفسي إن أنتوا تساعدوني فيها. أنا جيت سحبت الملف بتاع المدرسة العسكرية وجي كان في شروط استثنائية، فانا ما كانش، فانا المفروض من الشروط ان انا اكون بتدرب مصارعه ومتأيد. انا كنت بتمرن مصارعه وكنت لسه متأيدش، فرقت معايا عن ايام. فالايام دي انا جد اتأيدت بعديها ودلوقتي انا بقيت كويس في المصارعه. فانا نفسي ان انا ادخل، كنت نفسي ان انا ادخل المدرسه العسكريه واتعلم واتربي من وانا صغير على النظام ده. انا كنت بشجع صلاح في البدايه، كنت لما كل ما اشتري له لعبه ما بكملش معاه 10 دقايق، يفضل يركب فيها ويحاول يجمع لعبه مع لعبه تانية ويحاول ايه يبتكر حاجات. فطبعا انا ما كنتش بتضايق، طبعا مبسوط جدا ان هو ايه كل شويه اللعبه ما بكملش معاه 10 دقايق بمعدل ان انا بجيب له لعب كتير جدا، فعادي. فكنت بساعده بالفكره دي، فجت فكره موضوع البوتاجاز دوت اللي بيشتغل بالميه. بدانا نفكر وبدانا ان احنا ندخل على النت ونسال اهل الخبره في الموضوع ده، سواء بقى مدرسين سواء ناس بتشتغل في المجال ده او مهندسين. نفسي ان هو يلاقي امكانيات اكتر يساعدوه اكتر، اجهزه وسائل اكتر، واكاديميه البحث العلمي لما رحناها ما للاسف ما استفدناش باي حاجه. جامعه الطفل ما عرفناش نقدم فيها لان اشترطوا بورسعيد واماكن اللي في القاهره كانت كومبليت. طبعا دي كانت مشكله، انمي خبرات ابني ازاي هو مش لاقي اي مكان يروح له.
يا ريت حتى يبقى مكان قريب كمان بالنسبة ليه، لأن هو لسه برضو مرحلة الطفولة ما يقدرش يروح ويجي لوحده، محتاج رعاية أكتر من كده من وزارة التربية والتعليم واهتمام منهم أزيد من وزارة الدفاع. ده اللي كنت أتمنى إن هو كان يدخل المدرسة دي ويحقق اللي هو نفسه فيه. من ضمن الملفات المهمة جدا اللي بنأمل أو ربما هذا ما يحدث بالفعل على الأرض، إنه الدولة تضعها نصب أعينها في ملف الصحة، فكرة حضانات الأطفال. دايما بنتخيل كده الأم اللي تقعد 9 شهور حامل بكل بقى غير التعب كمان، بكل الأمل إنه يعني ابنها أو بنتها يجوا يطلعوا للحياة والفرحة والبهجة في الأسرة كلها، وإنه تولد ولسبب ما ما يبقاش في حضانة للطفل ده، وممكن نقص الحضانات ده يؤدي إما إلى مشاكل صحية يعاني منها ربما بقية عمره الطفل ده، أو حتى قد تؤدي لا سمح الله إلى الوفاة، وفي حالات كتيرة جدا حصلت كده. خلونا نتكلم مع بعض عن تحديدا أزمة الحضانات في مصر، هل هي بالفعل أزمة ولا لأ؟ عادتها إيه؟ القطاع الخاص عندنا بيشارك إزاي؟ المجتمع المدني عندنا بيشارك ازاي؟ هنتكلم في هذا الموضوع مع ضيفينا الكريمين، النائب الدكتور مجدي مرشد عضو لجنه الصحه بالبرلمان، والدكتور خالد سمير امين صندوق نقابه الاطباء السابق واستاذ جراحه القلب بطب جامعه عين شمس. هذا الموضوع الهام جدا وهنستقبل فيه اتصالات حضراتكم عن حضانات الاطفال بعد هذا الفاصل.